صحة وعوافي. ليش هيك عم تقولي لك لأنه سم الهاري؟ بيض الشر عن قلبك. شو بك من عبكرة الصبح قلبي خلقتك؟ من الهنا. من الهنا! بلشت هلا المسجلة. ايش بك أبو زين؟ لا إن حكينا عاجبينك ولا إن سكتنا عاجبينك يا بعدي. لك اصطبحي يا مرة، لك حرام عليك ببوس إيدك خليني شي مرة فيق على صبح أتهنى فيه. الشو؟ الشو ما سمعت؟ هلا أنا بنزعلك صباحك وما بهنيك فيه؟ أنا شو مصبرني؟ لك شو مصبرني؟ شو شو؟ ما عم بسمع، احكي ليش خايف؟ شو مصبرني عليك لهلا أنا؟ ليش يا بعدي؟ إيش عاملة لحتى ما تصبر علي؟ لك عاملة هالقد اللي فوق راسك. استغفر الله. لك الواحد بفيق الصبح بيقول صباح الخير، بيبتسم، بشنك مشان نهاره يبلش حلو، مو بفتح عيونه عن النقار. ايش اساوي؟ ايش اساوي؟ لقيمت بدك تضلك قاعد عطيله بالبيت؟ ما عم تشتغل ليش شو ناقص عليكي؟ هي مسكنك ببيت احلى من اللي كنتي ساكنتين مليون مره. مصروف 5 شهور معنا لقدام، وانا تركت شغل الليل وهالكم يوم رح افتح المحل. حبيبي هذا الكلام ما بيفوت على مخي. انت لقيمت بدك تضلك مرنخ بالبيت مثل الحل. انت شو ليه؟ ما هي حلوه قعدتك بالبيت هيك يا ابو الزين. لك ام الزين، لك انا بعرفك منيح، حافظك من ايام الديناصورات. هذا كله اللي عم تقليه مقدمه، كلام ما له معنى. اعطيني شو بدك تقولي من الاخر. شوفي هلا بتبلش تتنازق علي حبيبي؟ معناتها مزبوط. لك انا كم مره قلت لك وقت بدك تقولي شيء قولي دغري، يعني لا تلفي وتدوري وتسمي لي بدني. بلا سنه بدك بلا شيء. انت لعبت يا ابو الزين، بدك تضل ترخص بي قدام الخلايق. ايوه والله عم اقول لعادي ليش ما بلشت بسيره مرته لجابر دغري. ها ها ليكك بتعرف شو ذنبك؟ ولك اقسم بالله العظيم، لك وحقه لربي، وحقه لربي إذا عامل ذنبي حياتي هو إني تجوزتك يا بقرة. يا عيب الشوم عليك يا أبو الزين، يا عيب الشوم عليك. طبعاً نجوى خير وملاحظت لك عالك أم مسكرة. إيش مني هنا؟ لأكني بحط لك مسكرة. يا عيب الشوم عليك يا أبو الزين، يا عيب الشوم عليك. حطيت باروكة غيرت اللوك كله، بس أنت ما بيحبك تعمل. وهي وهي الباروكة شو عامل؟ لك اشلعك نصين؟ العالم على الأسطحة يا حمارة، فضحتينا. اخرسي ببوس التوبي ببوس. اخرسي اخرسي. العمى العمى. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. لكن لكن يا أخي صبري عليك يا أبو الزين، الله لا يسامحك، فضحتنا بالحارة. مهديات تسلموا لي للأنامل. يتنقلي يتنقلي مثل الغزالة مع أحلاكي. تجني؟ عم بفكر عم بفكر عم بفكر. إيش رأيك تفتح محل حلو؟ إيه؟ محل مامونية مثلاً بالشام كله ما في. يا زين يا حبيبتي يا تقريني، بدنا نضل نفكر بالـ200 و300 ليرة. بدنا شغلة تجيب لنا مصاري مصاري، يعني والله حلنا نشم ريحة ربنا. إيه والله. طيب ايش رايك تفتح محل صاغه؟ استغفر الله العظيم. ايش بك حبيبي؟ ايش بك روحي؟ انا عم بفكر لك بمشروع ادرس مالك، يعني انا ما بتمنى اطالع مصرات كتير، بتمنى اطالع 30,000 ورقه بالشهر. كان المشكله كل ما عم فكر ما بيخطر ببالي غير جابر ومرته. بدي أقرب عليهم، ما بدي أقرب عليهم نهائياً. جابر ومرته؟ المسكرة؟ إيش علاقتهم؟ وهذا أول ما فتحت المحل تذكرت إنه أهل مرته لجابر كان عندهم محل وكانت نجوى تشتغل فيه. يا ستي قال كان يطالع أكثر من 100,000 ليرة بالشهر. 100,000 ورقة؟ يا ستي وأكثر. بس أنا بتعرفي ما بحب الشركة، بحب كون لحالي. ودخلك؟ محل ايش كانوا فاتحين اهله؟ محل بالي. ايه والله البالي شغالة.
تسألني إلي؟ لك أنا شغالة، شغالة تمام التمام، بس يا حسرة أنا ما بفهم فيها. وعلى علمك أكثر من 10 محلات فتحوا بالحارة بالي وسكروا لأنه أصحابها ما فهموا بالمصلحة. أخي مصلحة بدها عالم، إلها ناس. وجابر بيعرف؟ لا مرته بتعرف. هلأ الحرباية أم مسكرة، بتفهم بالبالي؟ لك عجبك عجبك على الحرباية؟ لك بتفهم قد بلد بالمصلحة. لك علي ما علي إنه هي بتخلي المحل يغلي غلي بالزباين ويكب مصاري مثل الكشك. طيب سألها كيف؟ يا أم الزين أنت الثانية، يعني حدا بهالأيام بيرضى يعطي سر مصلحته لحدا؟ بدها تعطيك؟ غصب عنا بدها تعطيك؟ غصب عن اللي خلفها بدها تعطيك سر المصلحة؟ إيش عليه؟ شو عم تعطيك سر القنبلة النووية؟ يا أم الزين يعني حتى لو قالت لي كيف؟ القصة بدها لسان حلو، بدي يكون أعرف تجار يعطوني بضاعة بدون ما ياخذوا مصاري، لأنه راس مال ما معي. مو ظابطة، مو ظابطة نهائيا. يا حبيبي يا روحي، اسألها ما بتخسر، اسألها. يا أم الزين يا روحي يا حياتي أنت، يعني افترضي إني سألتها وقالت لي روح جيب من عند فلان أو من عند فلان. طيب، مين بده يقعد بالمحل يا فهيمة زماني؟ أنت. أم الزين شو هالحكي؟ أنا شو فهمني بالمصلحة؟ هاي المصلحة إلى ناس مخصصين. حبيبي انت ليش مو واثق بحالك؟ هلا نجوى بتفهم اكثر منك؟ صدقي ايه، ما هو الحجر ما بيعجبك بفجك. خلص خلص فهمت عليك، ليش عم تلف وتدور من ساعه حبيبي؟ انا بقعد بالمحل. يا حبيبي كمل النقد بالزعرور. شو شو ايش قصدك ابو زين؟ يعني انا ما بفهم؟ يا عيب الشو يا حيف. والله العظيم ما قصدي هيك. لا يا أم الزين، أنا جبت سيرة الفهم؟ لك مو إلي ساعة عم قلك إنه في 10 محلات فتحوا بالحارة وسكروا لأنه أصحابهم ما فهموا بالمصلحة؟ هاي المصلحة إلى ناسا بدها خبرة يعني. ونشوى خانو عنده خبرة؟ أي بيشغلها صانعة بالمحل. شو عم تحكي أنت؟ ليش بتقبل؟ وليش لحتى ما تقبل روحي؟ قاتل الجوع يصحلة. عم تقبل، صعب كتير تقبل، مع إنه إذا قبلت يا محمد يا محمد بصير المحل يكبلنا هديك الحسبة بالشهر. أبو الزين روحي، أنت متأكد إنه المحل بيطالع 100,000 ورقة؟ أنا 100,000؟ لك مثل ماني شايفة. إيه خلص حبيبي، أنا قررت، أنا بروح وبقنعة. ما رح تقبل. أنا بخليها تقبل، أنا بخليها تقبل، خليها علي. أم الزين لما تحط شي ببالها إلا ما تساوي. ليكني حطيتك ببالي، ليكك جنبي. لك والله أنا واثق فيك كتير، بس بكل أحوال أنا رح أفكر بشغلة تانية لأنه ما عندي إحساس إنك رح تحسني تقنعيا. لا حبيبي رح أحسن ونص. لا تتحداني أبو الزين، لا تتحداني. اسمعوا أهل السمعة، ليش لما كانوا غراضهم بالشوارع ما وقف معهم حدا غيرنا؟ ليش لما نحن مننزلق ما بيوقفوا معنا؟ ليش بنت الحرام لحتى ما تقبل؟ بكل أحوال أنا رح أفكر بشي تاني مسكي. لا تاني ولا تالت ولا رابع، بدها تشتغل غصب عنا والتاسومة فوق راسها. بكرة بتشوف. يلا أبو الزين. حبيبي إيش أخذ جابر من الغرفة؟ وليش ما أنا عطيته إياه؟ ما بعرف إيش فيه. في شي هون علقان أبو الزين. هاتي لشوف. شوفي بعبك. عرفت كلمي؟ امبلح حلقك وانتي عم تسألي، نط لوزك، شاجيتيني بصوت الكناري العزب. يقبرني ربك، إيش قدك بتفهم وإيش قدك بتعرف تغازي. هلا بقية للبحصة خلنا نعرف ناكل. ما انت صاير فيكي يا بتعلقي يا بتطلقي. إيش يعني؟ شو إيش يعني؟ يعني يان إبري على قامتك وإحكي شو بدك، يا خرسي خليني أعرف كم الأكل. إيش بك جوزي؟ ليش هيك بتتخلق فيي؟ خلص حبيبي خلص، راي أحكي. أنت بتشك بذكائي وفهمنتي شي؟ يا رب يا رب خود عبدك الفقير إليك يا رب، لك ببوسة لإيدك، إخلصي خليني أعرف اتزهرم. إيش بك حبيبي؟ إيش بك روحي؟ الخبرية ما هي حلوة بدون بهارات. لك أنت مش هو مصنوعة؟ يعني مين جاب لك هالجبل اللعينة هي؟ وينك؟ يا بتحكي هلأ يا بقوم خليك تحكي بغير طريقة. إيه لا تضوج يا فروج، ما بتخجل أبو زين تحكي معي هيك؟ ما بتخجل؟ ها
هلا انت مو تحديتني انه ام مسكره نجوى ما رح تقبل تشتغل عنا بالنوفوتي؟ ايه خسرت الرهن. وين شفتيها؟ ورحت لعندها زرتها بالبيت وخليتها تحق وتبق. شلون بالله؟ حبيبي روحي بذكائي وفهلوتي وسرعة مدينتي خليتها تقبل تشتغل عندي بالمحل تبع البالي، ولولا شوي ولولا خاطرك كانت رح تمجق ايدها لأم الزين، بس ما خليتها. والله ما عم صدق. انت يا حسن تقنعيها؟ لكن الحجر اللي ما بيعجبك بفجك، تربيتك ابو الزين؟ والله يا ستي بري عليكي. هلا ما ضل عنا غير نجهز المحل مشان الشغل الجديد. وانا قلبي حسسني انه هاي المصلحة فيها رزقة نظيفة وراحة بال كتير. ما قلت لي كيفني معك؟ فاجأتك مو؟ ايه والله فاجأتيني يا مرتي. انت بشهادتي ست الكل. حبيبي روحي، انا فهلوية وذكية، لكن كيف طبقتك وتجوزتني؟ طبعا انا اللي بعرف. الله لا يحرمك للذكاء وللفهم يا مرتي. طلقها؟ عن جد؟ هذا جابر مطيس بفر التتيسة وماشي. يا حرام، راحت المسكرة على الفاضي. نعم؟ قصدي يعني جابر طلقها هيك؟ كبب الزبالة؟ لكن مزين شو انتي؟ شو هالملافظ هاي؟ يعني هلأ إذا أنا فكرت طلقك كون كبيتك بالزبالة؟ لا يا أبو زين، لا يا أبو زين، ما حبيتها منك كلمة الطلاق طاول طاول، لا بالمزح ولا بالجد. هلأ أنا مرة ونجوى مرة عم تقارني فيها لأم مسكرة؟ ولك أنا ما في تنتين مثلي، هنية بنت عالم وناس وبنت عيلة، منظومة رشقة كويسة، صوتي ما بيطلع، وفوق كل هاد زارعت لك حياتك بستان ورود على قولة فؤاد الله يرحمه. نعم نعم. لا زرع لك بستان ورود شجرس. ايش بك حبيبي؟ ليه صافن فيي هيك؟ لكون نكادية ومالي عرفاني خيا؟ أبو أنا قلت إنه أنت نكادية؟ ينقطع لساني. أنت ما في منك اثنين. بتعرفي ذكرتيني. بإيش؟ اليوم وأنا عم بفتح المحل إيش صار معي يا حزريك؟ إيش صار؟ حسيت هيك راسي مدري إيش صار له وعم يطير بالسما. حسيت قلبي عم يدق 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 وروحي عم ترفرف هيك ترفرف حوالي. خير؟ ايش في؟ من السعادة، من السرور، من الهنا والفرح اللي أنا فيه. لك الله ياخدني. أبو قولي عليك يا أم الزين، إذا صحيح اتطلقت أم مسكرة معناتها رح تحط عيني على جوزي. أبو أبو إيش هالقصة؟ لازم تنقلع من المحل بسرعة قبل ما توقع الفاس بالراس وناكل هوا. حبيبي أبو زين، حبيبي اشتقت لك. الحمد لله على السلامة يا حمامي. تعا 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 لقلبي، تعا حبيبي اشتقت لك. ليش ما عم ترد على محمولك؟ زعلت منك. كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. اعمل لك عشاء؟ اعمل لك عشاء؟ لا لا لا، جاي احكي معك كلمتين وراجع. راجع؟ ما لحق توصل لحتى تروح. لا ترقي مخي، اعمل لك بدي احكي معك كلمتين، عادي واسمعيني وبدون كثرة حكي. حاضر حاضر رح اسمع. انا بكره طالع مشوار برات الشام، يمكن طول. قديش يعني؟ ما بعرف. طيب لوين؟ على الهفا. هلا هيك؟ والله على الهفا ما عم امزح. ايش يعني؟ يعني اذا انا طولت وما رجعت بتطبي اغراضك وبتروحي على بيت اهلك. ابو ايش عم تحكي ابو الزين؟ غلي قلبي. مثل ما عم فهمك، بتعملي كل شيء على الساكت وبدون طول لسان. بعرفك لانه. طيب فهمني حبيبي، ما هو انا مرتك حبيبتك تاج راسك. بلا بلا، مرتي وحبيبتي وبطيختي، بس اكثر من اللي قلت لك اياه ما رح اقول. وبرجع بفهمك، بتعملي كل شيء على الساكت بدون طول لسان. خاطرك. مع السلامة. الله معك.
مع السلامة يا حمامي. الله معك حبيبي. ايش يعني على الهفا؟ ليقوم بده يتجوز علي؟ راحت عليك يا أمي الزين. بده واحد حلبي يا خيو. كني جيت أبو الزين؟ لسه. الحمد لله على السلامة. روحي نور الحوش نور. جاي جاي لعندك. اي والله والله اشتقت لك من نص قلبي. ابوس روحه للغالي. ابو ايش هيك؟ ايش صار؟ ايش هيك؟ يا شيخ روح ابو زين ابو زين. اسكتي اسكتي يا بقرة يا جحش اسكتي. ابو ولك فضحتينا. شبك شبك سدي لحالك شوي بس شوي سدي. ابوس روحك. مين عامل فيك هيك يا ابو زين؟ عم تجعك حبيبي عم تجعك. ما بتعرفك سدي لحالك شوي. روحي جيبي سبيرتو وانتي خرساني على الخالص لانه انا ماني قدران احكي. نهنا فهمتي يا حبيبتي يا عمري؟ يا حبيبي يا حبيبي وجهك مثل الخريطة. فهمني ما هو انا حبيبتك مرتك. فهمني ولك تضربي انتي والحب والزواج وانا واليوم اللي شفتك فيه كلهم مع بعض بفرد ساعة. ني هلا هيك بدل ما تقولي شكرا يا مرتي انك انقهرتي علي لما شفتيني بهالمنظر. حل يعني حل يعني الله يرضى عليك. حل يعني ايش بك ابو زين؟ ولك اخ اخ ولك اخرسي ولك رح موت. بعيد الشر. ليك اخرسي ولا حرف ولا حرف. منيح ابو وبي الشك شبو هاد؟ إن كان آكل قتلة ولا مو آكل قتلة بيتنازق. العمى على هالعيشة. يا ريتني تجوزت بكري ابن خالتي. هذا متجوز وحدة ظريفة وهيك. لو متجوز وحدة نمرودة إيش كان صار بحالته؟ بحبه بحبه.